عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من كارير. كارير كالعادة كل يوم من مثلثة حتكشي المثلثة ونص لمدة نص ساعة من زمان، نرجو معكم على أهم النصائح المتعلقة بالحياة المهنية. معكم ندى منصور من قدام الميكرو، واليوم باش نحكيو على موضوع يهم الناس، خاصة في لي مومون دو كونفلي في الاجتماعات الكبار على المستوى المهني ولكن كذلك على المستوى الشخصي. اليوم باش نحكيو على لي شابو دو بونو، سي ان كونسيبت او قبعات بونو اللي هو طريقه نجمو نستعملوها للتعامل مع المواقف الصعيبه في الخدمه، لي نيغوسياسيون، حاجات من هذا القبيل. وسعيده جدا اليوم باستقبال ضيفي من كندا، من الشيره الاخرى من الكوكب الارض. اليوم معنا صالح شريط، مختص في التواصل المهني ومرافق في التواصل للعديد من المؤسسات الكندية. أهلا وسهلا بك سي صالح، مرحبا. مرحبا بك وفرحان برشا بالاتصال نتاعك، ومرحبا بالمستمعين الكل. شكرا لك، يعطيك الصحة. أنا جست هكا أنكدوت، هي نتفكر سي صالح وكان لي الشرف وسعيدة جدا أني قابلتك في كندا توا تقريبا 10 سنين التالي، وما نجمتش ننسى لا كونفرساسيون، لا فاموس كونفرساسيون اللي حكيتها أنا وياك على لي شابو دو بونو هذوما، اللي بصراحة من وقتها قعدت هكا ديما نستعملها، وأنا واحدة من الناس عاونتني برشا في خدمتي وفي حياتي المهنية. وقلت علاش ليه ما نحبوش نبخلوا على السادة المستمعين كذلك باش نفسروا لهم الكونسيبت هذايا، فاش يتمثلوا، كيفاش ينجم يعاونهم في حياتهم المهنية. لي شابو دو بونو راهو ماهمش شابوات باش نلبسوهم ليه، ولكن شابوات باش نتخيلوهم ونستعملوهم. خليني نبدا معك بسؤالي الاول سي صالح، شنو يفاش يتمثل الكونسيبت هذايا لي شابو دو بونو؟ يسميه على شابو دو بونو فيكاريزي كومسا، الناس كل تسمع بيه شابو دو بونو، بقى جاي من كتاب نتاع مسيو ادوار دو بونو لي سيس شابو دو لا ريفليكسيون. كان الجماعة يحبوا ياخذوا الكتاب نتاعو نتاع ادوار دو بونو اسمه لي سيس شابو دو لا ريفليكسيون، وهو يستعملوه كاداه نتاع تفكير جانبي. معناها الناس كي تبدا في الخدمه مع بعضهم ويلاحظوا ساعات يصير بلوكاج هذوما ضد هذوما، يخرجوا اللوتي هذايا الاليه هذيا ويقولوا هاي الريغلون سا افيك لي شابو دو بونو. دونك هي في الواقع مسيو بونو كان في كلمتين يقول اللي الانسان في الخدمه ولا غير الخدمه يفكر عنده نمط تفكير مختلفه، ساعات يولي ايجابي ساعات يولي سلبي، ساعات حاجته بتفكير العاطفي يحكي على اللي يحس، يحكي على الحلول اتسيترا. كنت حاب نرجع لهم واحده واحده، وعطى كل واحده لون، كل واحدة عطاها لون باش احنا مثلا وقت اللي نصير ونشوفوا عملية في الخدمة تستوجب التدخل نتاعنا نسهلوا الحكاية، نقولوا هيا تو حط الاصفر تراه، هيا بدل بالاخضر، حط الشابو الاخضر، تخليه هو عبارة على إلوستراسيون تعاوني برشا انا كي باش نخدم بها مع المؤسسات وتسهل الفهم، وهاني طريقة باللي هي انا ملونة وكلوري وحلوة برشا. هذا من ناحية دونك الأساس نتاعها. دونك في مش إدوار دو بونو هذاك اسمه بونو، لكن الكتاب راه مسموش لي شابو دو بونو، اسمه لي سيس شابو دو لا ريفليكسيون. لي سيس شابو دو لا ريفليكسيون هما 6 قبعات كيما قلت انت تحكي ألوانهم مختلفة، كنا نجمو نتعرفوا على الألوان هذه ولشنو يرمز كل لون. هو الواحد في حياته معناها نستعملوا العقل نتاعنا، لكن حتى البلاصه اللي في العقل اللي نفكروا بها ماهوش هوموجين العقل نتاعنا، كما تقول انت بلايس ثم بلاصه اللي هي تحكي اكثر واللي نفكر نستعملها اكثر في التفكير الاناليتيك اللي يحسب الحساب، هذيك هو يعطيها معناها الشابو نوار القبعه السوداء، واللي هي تعمل التفكير المتشائم ولا الواقعي. يعني عبد كيجي يحكي لك حكايه تقول له تستنى ساعه الواقع مش هكاك، معناها تولي بريدونت وتولي معناها تقرا الحساب الخايبه، ولازم الشابو هذا، لازم الشابو هذا خاطر الانسان اللي مش واقعي يدخل في حيط بالعربي، فهمت معناها هذاك. علاش ساعات واحد يبدا تحس وانت داخل هكا ومنتفع تقول لي نعمل شويه شابو هكا، نحطوا ساقين على القاعة. دونك نحطوا ساقين على القاعة ونشوف الحاجات السلبية عادي برشا. هذا مثلا التفكير المتفائل ولا الإيجابي،
نحكي على نفس الشيء. مثلا نقول يا سيدي مش عارف انا الحاجه الاوبجي اللي قدامي شنو اللي فيه باهي، مثلا اللي ينجم يكون خفيف ورخيص وما يتكلفش برشا، وينجم يكون زاد لكن ما يساعدش الصحه، مثلا مش موجود اتسيترا. دونك كيما نجم نشوفوا حاجه بالتفكير المتشائم نجم نشوفوها بالتفكير المتفائل. مش نعطيك مثال باش نقول لك شنية الفوائد ولا شنو اللي عجبك في البروجي الفلاني، تقول لي هو الحاجه الباهيه فيه اللي الناس كل تحب عليه، شنو الحاجه الباهيه فيه اللي معناها رخيص ما يجبش تكلف لنا برشا. دونك هذوما لي بوين بوزيتيف ولا النقاط الايجابيه اعطاهم الشابو الاصفر، ومن بعد ينجم نقول لك شنو الامور الواقعيه، تقول لي بون ما تنساش راهو مكتوب بالانجلي معناها ماهوش ديسبونيبل للناس كل، شنو هو الاخر الاخر. هذاك هو معناها التفكير هذايا اللي بنقولوا هي كونه نجبدوا كل حاجه وحدها، معناها الاصفر هو التفاؤل، الاكحل هو التشاؤم، التفكير الابداعي عاده اللي هو الشابو الاخضر يجي بعد الاكحل. مثلا افرض انا نجي نقول لك شقول في البروجي هذا شنو اللي باهي فيه، نحطك على الاصفر قل لي هي فيها كل حاجه باهيه وذرا شنو باهي، عادي مثلا درج في الاصفر ما خلتهمش، بعد نمشي لك الاكحل نقول لك شنو اللي فيه خايب، والله جانا بلونغلي والناس كلها تفهم شونغلي، بعد ما خلينا الاكحل نحطك على الشابو الابداعي اللي هو الاخضر ونسلك باهي شنو الحل المال، قل لي الحل نترجموه ولا الحل نعمله فورمال ناخذ الناس اللي هم يتكلموا بلونغلي برك. هذه حلول، الاخضر هو الشابو تاع الحلول والابداع. لذلك علاش هو حتى بالعربي انا شفت قبل ما نكلمك شفتها بالعربيه زاد كان في التفكير الابداعي وشابو استراتيجيك تاع حلول، معناها الحلول يمكن الانسان عنده تفكير ابداعي اكثر من الحيوانات ولا المنطقه في المخ اللي هي اكثر، التفكير الابداعي هو المنطقه اللي تفكر في الحلول. وعاده اللي لاحظته عاده نحطوا الاخضر بعد لك بعد ما نفيقوا بالمشكله وليك الحاجة ناقصين فيها وما عنيش وغالية ودرا شنو، بعد ما نكمل معك الشابو الأكحل نمشي للشابو الأخضر قول لك باهي شنو الحل تاو. عادة أنا بمجرد سؤال نجم بدل لك شابو. صحيح صحيح. قول لك شنو عجبك في الحاجة، لا نجم نقول لك شنو عجبك كل حاجة، قول لي كل حاجة كذا وكذا شنو الآخر شنو الآخر، نبدأ هي في الواقع استماع لكن استماع مقنن. بعد نقول لك شنو عمل اللي فيها صعيب وبيدك الحاجة ذيك، تقول لي اسمع رأيك فيها حتى تتطلق في موجة تتبدل، هي راه ما تنساش آلية من آليات الذكاء العاطفي. ومن بعد أسيدي أنا نكتب تتكلم وأنا نكتب. نرجع لك عطيني مثلا زوز حاجات صعاب في التفكير المتشائم كل حاجة مثلا غالية ومش موجودة. يقول لك باهي غالي شنو نعملوا لها مثلا؟ حطك في العقل اللي هو إبداعي التفكير الإبداعي. قول لي بون سنجموا ناخذ قرض ولا تنشوفوا الأولاد نعملوا كوليكت. باهي وش نعملوا في البعد نتاعها؟ ولو فكروا في استراتيجية مع أن فلان في كندا تو شوفنا معه هذا ما دونك شفنا ثلاثة شابوات توا اللي هما الأصفر التفاؤل الأسود الواقعية والتشائم، وما يقولوا التشائم بقى هو واقعية في الواقع، التفكير الإبداعي والحلول هو كون نلقاو حل. ثم ما زال عنا التفكير الأبيض، شابو الأبيض هو التفكير الحيادي الناتر. مثلا نقول لك اسمعني توا باهي البروجي نتاعك يا نداء احكي لي اعطيني الراس صحيح، ما اعطيني ديك دي مواش وقتاش يبدا وقتاش يشوف قداش يسوى اقرا لي الورقه. يتبدا نحطك في كانك تاع لوجيك تاع تقرا لي ورقه، تبقى روحك كانك معناها في مود ديسكريبتيف معناها كانك توصف. الشابو هذايا ما فيهوش برشا عاطفه، هو كون افتصرت في الاحداث نوتر معناتها لازمنا نوتر اي فاكتويل نوتر ديسكريبتيف فاكتويل. مثلا نجيك نقول لك اسمع نهايه خمو شويه فاكتويل تو شنو الموجود شنو الموجود، تقول لي مثلا راهو ديبي دو دات دات ديبي هكا دات دو فان هكا هكا الحاجه ذيك راهو لي برودوي كونسيرني في البروجي هذا اللي نعملوا انا جوست تعطيني لي في. علاش باهي برشا حتى الشابو هذا بالرغم اللي هو مغلق شويه خاطر ما فيهوش يوشي حساس معناها فرد على خاطر يخلينا البروجي نتاعنا فاكتويل ماهوش اشاعات نخرج منك الاشاعات ونخرج منك الامور اللي ماهيش موضوعيه. وعاده انا نستعمل من اول ما نبدا في الحديث مع عباد ولا مجموعه نحط من اول الشابو نحط الشابو الابيض اي ساعه نعرف شنو مال الاستاتستيك شنو ثماشي اوديت شنو قال اندر شنو هذاك الشابو الحيادي اللي هو يعطينا المعلومات فقط. داكو نمشي وطوى للتفكير العاطفي.
التفكير العاطفي هو عكس الحيادي، شابو الأحمر دونك الأبيض هو الحيادي، الأحمر هو العاطفي. العاطفي وقت اللي ما عندك حتى سبب باش تحب حاجة ولا باش تكرهها، تقولي والله ياك انك الدار هذيك اش حبيتها واش عجبتني، واو. انا تحكي توصف احساس، لكن الاحساس هذاك ولا خويا ما حملتوش صحيح عمل لك بورتون باهي ما حملتوش مش نعرف علاش، لكن ولا هاك الحل اللي جابه هذاك مانيش مرتاح له، دونك نحطوا الشابو الاحمر عادة باش معناها نعبروا على احساس. وراه مهم تولي برشا ناس، مثلا يجيني واحد يقول لي بالله يعاوني باش نختار السي في من السي فيات هذوما، هذوما 10 من الناس داخلين يحبوا يتراقاو ولا من برا ما يهمش، معناها كيفاش تعاون. نوصل مثلا نقول له باه عندك الزوز هذوما راه كومبيتونس ايغال، معناها الزوز ينجموا، اما نخليك انت والفيلينغ نتاعك ما تكون مرتاح اكثر، هذا يسبب واحد. داكور. علاش؟ على خاطر عقليا ما عندي حتى سبب باش نخير هذا على هذا، ما نشوف انت والفيلينغ، معناها اوتر موندي خدم شابو الاحمر، خاطر شابو الاحمر اللي الناس اللي استعملوا فيه في الذكاء العاطفي، خاطر فيه علوم اخرى داخليه، وساعات عنا ما تفيقش ديريكت بالاسباب، لكن شابو الاحمر هو اللي مهم. مثلا نجم حتى بعد ما تكمل كومونيكاسيون مع عبد تجي تقول له بالله في الشابو الاحمر شنو احساسك على اثر هالمقابله هذه، نقول لك والله فرحان ولا متقلق شويه ولا دونك. هذا شفنا الشابو هذايا القبعه هذه الحمراء تعطيك العاطفه، والشابو مازال واحد بركة اللي هو تاع التفكير الشامل والعملي. هذا وقت اللي جي مثلا انا نحكي معاك في موضوع ونبدو اول حاجه نعملوا التوجيه العام لل الديسكوسيون، قول لك اسمع الاوبجيكتيف راهو الهدف باش نحكيو في هذا وهذا، والحكايه باش تدوم مثلا 30 دقيقه، باش من ناحيه اخرى راهو هام قوانين اللعبه، خليني انا نتكلم بعد انت تتكلم، هذيك يسمى القبعه الزرقاء. والا نجيك في الاخر من تحب الاكسيون، هي بلان داكسيون معناها برنامج عمل. مثلا تقول لي صالح وقتاش تجي لك الحاجه، مثلا عندنا فكره باش نعملوها شابو الاخضر، ايش قولك في الفكره هذه؟ نقول لك ايه مازال فكره خضراء، باش نبدل توا الشابو الازرق، نقول لك اعطيني دات، نقول لك اعطيني دات وصلنا للعمليه ما عادش معناها ولات التقدم لافونسمون في البروجي هي القبعه الزرقاء، فيها لي زوبجيكتيف البلان داكسيون معناها كنتكلم بالعربي، فيها الاهداف، فيها برنامج العمل، فيها زاد تلخيص، وفيها وقتاش نبدا وقتاش نكملوا وشنو معناها سويفيش في السويف بالعربي المتابعه يعني المتابعه يعني مازلت مانيش كاتب 100% مازلت عندي مانيش جديد يا خاطر ما ننساش بسهوله اكهاو هذوما السته سامحني السته القبعات معناها التفسير نتاعهم وشنية تعرف شنية الحكاية وقت اللي هي آلية من آليات الذكاء العاطفي أنا هكا نستعمل فيه وبرشا الناس تستعمل بطريقة مختلفة لما واحد يستعملها بطريقة بدائية كما أنا يلم جماعة ويعمل برينستورمينغ هاي نحكي وتوا بربي إذا بينا نشوف الموضوع بالطريقة الإيجابية ويكتبوا في السبورة بعدين نشوفوا الطريقة بطريقة توا واقعية ويكتبوا في السبورة معناها تخليه يتحكم في ولا يدير المجموعه بالطرق هذه ويجمع بهم كما تتصور انت ماك تعرف البرين ستورمينغ ولا باش يوصلوا ريزوليسيون دو بروبليم يستعمل فيها الالوان هذه باش الناس تقدم فيها. انا الحقيقه نستعملها اكثر من هكا، انا نستعملها في اثبات الذات والتواصل الفعال. ايش معناها اثبات الذات؟ ما عادش تسمع لو يسمعوا برشا الناس في لاسيرتيفيتي معناها كيفاش واحد يثبت روحه، كيفاش يعرف يقنع، كيفاش يعرف يطلب حاجات، كيفاش يعرف يرفض حاجات. معناها اذا واحد يعرف يتكلم يقول لي راه مثلا انت تترقى وتولي ولا مثلا تخدم في شركه مديره ويجيك ناس يطلبوا مثلا حاجات عاديه كونجيات تعطي، لكن ساعات تحس اللي مثلا ما عندكش اثبات الذات ما تحب تقول لهم ما تنجمش برسيلك انا واحد خايف وكيفاش باش نقول ليه وحاشم وكل دونك التسلسل نتاع القبعات بالطريقه اللي باش تحكي معها مع العبد ذاك تخلي الامور اسهل.
خاطر باش تحطه على قبعة زرقاء باش تحط الإطار، وبعد باش تشوف الوضعية كل مثلا الأبيض تقول له توا احنا انت فانا شر معانا كذا، وبعد تسمع وتقول له معناها سيتان بورتون باش تسمع منه كيفاش علاش مهم بالنسبة ليها كالكونجي، لكن بعد تذكره اللي خذين الكونجيات راه فيه دي كونترانت، احنا عندنا اكل جري اذا كان واحد باش ياخذ الكونجي يلزمو اكل العنصر الاول والثاني والثالث. هاي نشوفوا ترى انت عندك هذا ما ولا عندك الاول والثالث لكن ما عندكش الثالث، ديزولي راني ما نجمش نعطيك خاطر ما تعملش الثالث، وبعد تحبش نعطيك في النهار الاخر في النهار اللي تضل فيه نخرج بكري شويه باش نجم تريقل امورك. لاحظوا لهنا في الخطه اللي انا تعديت على برشا قبعات وبعوا ما نشتاو خاطر احنا كتبوهم وكل، لكن تفهم اللي التواصل متاعي كان مدروس ومنظم، والهدف الهدف المنشوط كان يكون فاعلية. شنو هي الفاعلية متاعي؟ كوني نرفض من غير ما يتغشش هو ولا يتفهم ولا ما يحسش روحه أتكي. على خاطر كيف شنو هي المشكلة؟ احنا كي نرفضوا حاجة تقش احنا يلزمنا نتغشوا على لعب باش نرفضوا، وهو الفكرة هي كون كيفاش نتقبل البشر ونرفض الطلب. داكو. أنا انت انسان نسمعك. انا نفكر مرة في تونس وقتها كنت في لسنتي وثم وقتها زوز استشارات يجي مؤخر 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 معناها عاقبتهم يا اخي بعد ما قلت كيفاش صالح يعاقب فينا، قالوا له 100 خاطر كورتار يا هو ضحكنا يسلم علينا في الاسكالي. معناها بالنسبة ليهم أنا بالنسبة لي عادي، البشر ديما نستقبلوه بضحكة وديما نستقبلوه، لكن بالنسبة ليهم ما تنجمش تعمل أكت تعرفي وأنت تبتسم وتقبل الإنسان، هذا يستنى برونتيساج. هذاك علاش مثلا مش تعلمنا الطرق هذية نتاع لاسيرتيفيتي، كنا نقبلوا البشر ونقبلوا معناها تكون عندنا تعاطف مع شي حب، لكن عندنا ستركتور ويلزمنا عدالة وما نجمش نعطي حاجة ما نعطيش للناس الآخرين، وهي تنشوفوا مع بعضنا عنده الحق هذايا ولا، وبعد يطلع اللي ما عندوش كان ما عندوش الحق بيان سور ما عندوش الحق آسف ياسر فماش حاجة أخرى نجم نعمل. هوني باش نسألك سي صالح، هل ديما فما ترتيب معين للقبعات هذه اللي استعمالهم من الأسود حتى تكشي الألوان الآخرين، وإلا أنا حسب الوضعية معناتها أنا نجم نجرب ونقيس وبعد تولي عندي نوعا ما خبرة، بمعنى أنه مثلا ساعات فما دي ميتينغ فيهم وان تو وان للحديث على مشكلة باش نمشي نتحدث على حاجة مقلقتني للسوبرفيزور متاعي، فما شكون يحبذ انه يعبر على مشاعره وكانه يلبس القبعه الحمراء من الاول ومن بعد يتدرج في الوان اخرى، هل انا ان طونك مانجر حسب الشخصيه اللي قدامي النجم نختار اللون اللي نبدا بيه ومن بعد اللي باش نتعديله يعني الترتيب نتاع الالوان هذه؟ هو ما ثماش وحده تشبه الوحده، عندك الحق، حسب الوضعيه نرتبوا القبعات نتاعنا. كان تحب نعطيك يمكن ترتيب، لكن ثم حاجات تقريب هي بيدها معناها تتعاود. ثم مثلا من اهم الحاجات هو كنا ديما نبداو اللقاءات نتاعنا بالقبعة الزرقاء باش نحطوا شنو اهداف نتاع اللقاء نتاعنا، شنو هي قوانين اللعبه، قداش باش نقعدوا، هي ذاك سي لاكوي، لاكوي ديما زبين نعملوا بالازرق ذاك معناها، لكن من داخل باش تتبدل. خاطر احنا اش نحبوا؟ احنا نحبوا معناها نبداو بالزوبجيكتيف نتاع الجلسه وعليش وهو كيفاش نتعاملوا، يا خليني نحكي بعد جاوبني ولا هاي نتقابلوا كيما انا وياك درجه معنا كل واحد انت تختار لي ريغل دي جو معنا قوانين اللعبه. ومن بعد عاده لاحظت اللي في مكثر اللقاءات اللي نعملوهم بطريقه بروفيسيونيل نحطوا شابو لابيض معناها نعطيه شنو هي الانباء اللي عندنا ساعه باش نخرج من الانباء، ما نخرجوش من الدعايات ومن معناها اش تحكي الناس وكذا، ديما نخرجوا من لي شيفر اكزيستون ومن بعد تتبدل برشا حاجات. نعطيك مثال اذا تحب امثله ولا اي ماذا بينا الامثله خاطر هي اكثر حاجه توصف الواقع دايوغ. باه باش نعطيك امثله، انا حضرت ديرنييرمون على شركه عندهم مشكلة، شركة عائلية، وفي شركة العائلية المرأة والراجل مثلا عندهم صعوبات، وتعرف أنت كي يبدأوا هما بيتهم ديريكتور جينيرو في نفس الشركة وعندهم مشاكل، معناها مش مشاكل، أنا في الدار عندهم معناها برشا نقاشات وكل،
تلقى هذاك يدخل حتى في الخدمة. صحيح. ولذلك الكونسلتون اللي قبلي قال ما تجيش تحكي معاه، ما تتكلم وهو يبدا يتعارك وما هو في التفقين، واحد يقول كلمه الاخير رجع لي. حبيت نحطهم انا في سكونابيل لا فيزيون باراليل و لا فيزيون اوبوزي، خاطر من غير ما يشعر الزميل نتاعي حطهم اون فيزيون اوبوزي، معناها واحد يقول كلمه يقول اي لا تنسيتك الحاجه. بقيت انا اش عملت له، بقيت قابلتهم اول ما بديت بديت بلازرق، هو الأزرق قلت له مع السلامة مدام نسير، أنا راني لهنا اسمي صالح شريت، الهدف متاعي هي كونه نخرجوا بعد 20 مينوت من اللقاء متاعنا برنامج عمل فيما يخص الطلب متاعكم متاع الفورماسيون في الشركة متاعكم. قالوا لي بيه مازالوا متعركوش، أنا مازالوا ما داخل مازالوا لبس هم وقتاش عادة من بعد فهمت، ومن بعد حطيتهم في الشابو الأبيض معناها الحياتي المجموع تدخلون بلي يعطيني معلومات على الحاجات اللي صارت في العام الأخير باش أنا نخرج منها باش نفهم وباش ومن بعد حملت لهم القانون نتاعها، قلت لهم تقولش علي عملت فترة للشابو الأصفر وفترة للشابو الأكحل وفترة للشابو الأخضر. قلت لهم قوانين اللعبة وقت اللي حكيت بلازر في كامل اللعبة، قلت لهم باش نطرح سؤال وكل واحد يجاوبني أنا ما يجابوش بعض. داكور. معناها الشركة معناها كيفاش بديت لهم من الأولى هي كانها بلانيفيكاسيون استراتيجيك صغير، قلت لهم كل واحد ماذا بيه يحكي لي كيفاش تو احنا بدهنا نخدم مع بعض كيفاش باش يشوف الشركة نتاعو بعد عامين، معناها شنو هو حلمتك احكي لي كيفاش انت تشوف، ما تجاوبش الاخر شنو هي حلمتك، كل واحد يحكي لي على روحه كيفاش تشوفها. الراجل طلع يحب معناها الفلوس، قال انا نحب نصور نحب كذا، والمراه تحب معناها كيفاش نقولوا رياليزاسيون دو سوا وتحب تاخذ معناها عندها احساس دو ماتيرنيزي الناس اللي غادي ومعناها تحس بيهم وترفع بيهم. ما المره هذه ما بخاطر حتى حد يجاوب اخر سوا تكلموا بحريه، خاطر يتكلموا اون باراليل ماهوش اون اوبوزي. داكور. دونك خذيت انا 10 هكاك يمكن درجه ونص وانا ناخذ عليه وانت ش تزيد وانت ش تزيد، يلاحظ واحد باش يقولوا باش يكلم الاخر نحبس، هذيك قوانين اللعبه. فهمت عجبتهم الحكايه اول مره وزيد حاجه اخرى كيبداو زوز فرشابو يسمعوا بعض. صحيح. يبدا انا شابو وانت شابو، انا تفلسفر وانت لكحل مثلا، تحل بارونتيز وبعدش نرجع للميكسي، انا فيلسفر مثلا قلت اسمع راهو باهي باش نشريوك الحاجه، تقول لي ليه مخترك الحاجه، نبدا انا فيلسفر نتفلك حل، كل واحد قاعد على ايموسيون مختلفه، انا على الحلم وانت على التشاؤم، ما نسمعوش بعض. نقول لك اي نفهم راهو كذا اما راهو كذا، تقول يا صالح راني فهمتك اما ماكش تسمع فيا. اي وهذا اللي يصير سمحني صالح، وهذا اللي يصير في مغلب الاحيان، ساعات تلقانا نتعاركوا ولا ما نتفهموش في وسط الخدمه، وفي نهايه الامر عندنا نفس الفكره اما كل واحد وكيفاش عبر عليها. خاطر الانيماتور تاع الجلسه حاط كومومات اوبوزي، يقول لك ما يشقاولكم، كل واحد يسيب شابوته كيما يحب. وكي تبدا الاصفر مثلا يتكلم على الاخضر يبداو يتعاركوا، كيما واحد مثلا ام تحب تشري ابوه ولد يحب يشري موتور ويحلم بلوزون وشعره طايح في الواحد وحلمه في الموتور، وامه تخاف سبيطارات ودميات واش باش يصير وباش يموت ولدي، وتصورهم يحكي كل واحد راكب على ايموسيون مستحيل باش يتفهموا، تسمع كان اي فهمتك اما اي فهمتك اما اي فهمتك اما، علاش هذيك تسمى معناها اوبوزي محطوطين ترجمتها بالعربي التفكير المعارض. يبدا تفكير كل واحد عنده تفكير لكن لبس شابو اخر. انا كيف جبت جماعه مستنسين هم يبداو يقعدوا في التفكير المعارض كي يسالوه، حطيتهم في التفكير قلت لهم باش نحكيو بعد الحاجات اللي مش باهي، اما كل واحد تو يعطيني حلمته. دكا يا سيدي عبيت الورقه بالاحلام نتاعها، وبعد حطيت مزوز في الشابو لك حب السؤال نتاعي إيه لكن شنو هي المشاكل، شنو هو لي زوبستاكل، شنو وين المشكل فيها اللي تحكيوا فيه وشنو هو القلق. كل واحد يجاوبني انا، قالوا واحده هي بتعطش ما عندناش شكل مثلا سبيسياليست الفلاني هو ما عنديش شكل حاجه، وانا قاعد نكتب في كل معناها الشابولات حل نتاعهم، وما تجيش تقول هاي يزيكم الشابولات، خرج الشابولات حل الكل اللي عند الزوز يفرغ قلبه، نقولوا نحن بالتونسي فرغ قلبك وانا نكتب ما بركة ما يتعرضش لاخر، اكتب انت ايش في بالك. وي وي فوالا. بعد لميتهم 15 مشكله وعملت لهم حوصله ورديتهم
قداش قريب 4 معناها هما كل يتكلم برشا حاجات المشاكل مثلا مشاكل ما توصل لها مشاكل ماديه اي 4-5 حاجات ولا مشاكل تقنيه مشاكل معناها ريكروتمون مشاكل كومونيكاسيون معناها 4 عاده والله ديما يجوني 4 من بعد ما كملنا ذوكم الكل لبستهم لخص باهي شنو هي الحلول اللي عندنا في حكايه الفلوس منين نجيبوا الفلوس دكتور بديت تجي الافكار لخصر توا الافكار واحد قال لي ان الفلوس راهي في الواقع بتاتر ان المشكله هذه تو نحلوها على 3 سنين تتحل راه اما احنا خاطر نحبوها باهي هذه حل من الحلول الاخر قال لي نجموا ناخذوا قرض خاطر انا ريتورس في السماء والاخرى جبدت كذا دونك كملنا حكايه الفلوس لقينا لها استراتيجيات حكايه لومبوش لومبوش مثلا ما لقاوش منين يجيبوا ترى يجيبوا من تونس يا ترى يجيبوا من درشنو كذا قال ما عندناش ما لقيناش كيفاش نجيبوا العباد واحنا انا وصوب لينا النقص ومشي في الدفاره خاطر ما عندناش عباد هذا في لك حل شنو نعمل قالوا لي ماذا بيا بار اكزامبل لو كان نحسنوا الاستراتيجيه نتاعنا يعني بتاتر وشنو نجيبوا شاسور دو تيت بتاتر وجيبوا في الافكار راح يجيبوا في الافكار ولا نكتب لاحظ انا راني ما نعطي حتى كلمه في الكونتينيو انا نعطي الكونتينو انا نعطي ستركتور نظم الستركتور في الشابو دو بونو وهم يعبيوها بالافكار والكلام باهي على سيدي كل شيء لقينا له حلول ما يقولك على حلول بعد انا فين فيريفيكاسيون اللي تعمل ما يتعملش سمو فاليداسيون دو استراتيجي ولقينا روحنا في برنامج عمل كامل واحنا مشاركين فيه باش نقريو لهم فلان وباش نعاونوهم في المونداج نتاع فلان وباش ندير شنو ان بلان داكسيون هي البلان داكسيون شابو ازرق لاحظ التيم تمت بالازرق ونكمل بالازرق وي تبدا بيه تسكر بيه معناتها اذا كان تيت بالازرق تبدا بيه مسكر بيه هذاك ما تتعاود في كل انواع تاع الحاجات لكن فيما يخص الاخرين لا يتبدلوا دونك الازرق شنو باه شكون يهتم بالمطلب القرض شكون يهتم بالكما سيفونسيون تاع وزاره الكذا للشركات اللي تحب تتحسن كيما هكا شكون يعمل المطلب شكون كذا شكون كذا خرجنا سيدي كيف كوا كون كومون معناها برنامج عمل فيه الاسماء وفيه التواريخ وهذا المطلوب اللي وعدت به في الاول ما فاتتش 10 دقائق ولا باش نسالك على وقت اسكفيت ولا لي وما فاتتش اي ما فاتتش علاش انا فاهمك عليه خاطر بكري يجي يقول لك احنا تو كنا نتفاهموا ليش السلام احنا نتعاركوا علاش يتعاركوا على خاطر ما همش لابسين نفس الشابو ما 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 لا ما همش نفسين نفس الشابو كي تبدا نفس الشابو تسهل الحكي نسال يقول بار اكزامبل هو يقول بار اكزامبل ما عندناش فلوس وهي تلصق في جناج وتخرج وتقول كيفاش ما عندناش وانت شنو شد بعضها واحد اي واحد ليه واحد اي واحد ليه دونك معناها وتصير حتى في الشركات الاخرى معناها يبدا واحد يجبد والاخر يسال علاش انا ما نخليش الديبا يا با دو ديبا واضح جدا نقاشات جانبيه ثم هذه تتسمى طريقه اللي فيها كاناليزي لي زينيرجي هو كلمه كاناليزي زينيرجي ورسومبلي دي جون انا توا وصلت عملتها بطريقه تاع بون مش في الشابو شابو سي لوستراسيون لكن تسلسل أساليب التفكير طريقة مدروسة ومنظمة ودونك وستركتوري معناها بنوصل باش نوصل للهدف نتاعي كم يتفاهموا على بلان داكسيون وخرج فرحاني في الآخر رميت لهم الشابو لحم شنو احساسكم بربي على اثر شنو احساسكم معنا في لين قالوا اول مرة نسمعوا بعض اول مره نفهم مش قاعد يقول فوالا وهذاك هو المركز المشكل شكرا ليك سي صالح شريط على التفاصيل هذه كل على التوضيحات فيما يخص لي شابو لي سي شابو دو ريفليكسيون ولا لي سي شابو دو بونو يعطيك الصحه وان شاء الله تكون بحضينا في تونس على قريب علاش ليه ان شاء الله بكرون بليزير تو نكملوا المده هذه تاع الشتاء وصل بكرون بليزير تو ان شاء الله نزوركم يا تقابلوا يا اكيد تكون بحضينا في اكسبريس اف ام اكيد جدا شكرا ليك سي صالح شريط مختص في التواصل المهني كنا معاك مباشره من كندا تحيه ليك وتحيه للتوانسه الكل اللي في كندا شكرا ليك سيدي الكريم الى اللقاء عايشك. نحن هكا نكون وصلنا لآخر حصتنا لليوم في كارير. كنت معكم ندى منصور من قدام الميكرو. نتقابلوا غدوة كي العادة من مطلثة حتكشي المطلثة ونص. ديسي لا بخوني سان دفو باي باي وبسلامة.